السفير عادل من الاتحاد السعودي يرحب بكم، نسعد دائما لخدمتكم. اخوان الفعاليات لا تنتهي مع الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونيه، راح تكون في تصفيات مغلقه للعبه ريمبو، راح تكون بتاريخ 23-24 سبتمبر من الشهر هذا. اللي حاب يشوف البطوله واللي حاب يشوف الاشياء، وبحط لكم الافرقه تحت المتاهله، فاللي حاب يشوف يتابع رابط الاتحاد السعودي معلوماتهم تحت الديسكربشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المتابع. اشترك اذا انت مشترك، اهم شيء عند الاشتراك يا اخوان. اذا وصلت 100,000 بحلقة قرع. اشترك حبيبي اذا انت غير مهتم صح اني حلقة قرع عادي. هذا شفناه ولا؟ هذا شفناه. هذا شفناه. وضع الشغالة تعاني. لا 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 عيو بعير انت تدخل عندي دلال حصة منيرة وانت تدخل عليك بعير. عيش تسلاب ها عيش تسلاب حياة صعبة. ليش كل يرحب يهلي يقول عيو بعير طب اللي هو شو يسوي الله يقطعك حرام عليك يقطعك عندك رجال يستاهل يستاهل بعيد عطني اكل تكبرك يا الله يقطعك وش عقبه عيو بعير يا جرق حبيب والله حبيب بعير والله اخويك هذا اللي اكبر منك من وين جبته منو هذا يا ولد وين رحت طلعت مع مين انت كلب اوكي انت ما قلت شو هذا الرجال كبير طالع يشوف ابوك يفضح هذا يا اخوان معاناة الشاب معي كنت اشتري مايك جلاكسي ب 10 ريال واسمعهم كيف الصوت شاب زي الخرا وهوا وازعاج ومكرر وصدى وزي الخرا بلاي ستيشن واليد هذه اخر ظهور لاخو سام كان هالمقطع بعطيك اياه كفو شنب كفو يا شنب بلاي ستيشن ذكرت المقطع هذا يوم عطاه بلاي ستيشن 5 مدري 4 ولعبه سبايدر مان اسمع 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 بعطيك اياه وهذه كفو شنب كفو يا شنب كفو يا شنب تعسف انه جاب له هديه واضح واضح قم بتسقى براسه واضح الله العظيم اوضع شيء ورب المصحف اوضع شيء اليوم الوطني يا هي يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد هذا كان يذكرني بفك واحد ما ادري وين يا اخي ليه الونيس تسوي كذا ليه؟ ما شفت ايش اسمه هذا؟ بفضع هاي سمم ولا لا؟ ما شفت ايش اسمه؟ اذكر شفته طبعا يا اخوان منزلون يضرب كوره براس مان سبيد هذا هو يقول لك وانت مصرف اخوياك وطلعت في الكاميرا وشافوك تسولف مع وحده في الملعب اوه يا خرابي من هذه واحد فلانة واحد فلانة من هذه فلانة تصور معاها اوف يا عجل كوبري كوبري هلا 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 هذه السادة حقتك هذه شطة وكاتشب مايونيز هذه حصل والله حصل يعني هذا بدون ولا شيء هذا متنمر انطرح هذا شيخ خوالي بمثل مع طارق العلي شوف تمثيله معود عام صار يعني أنا أقول متعب وقف ولا يقف متعب يا أبو سارة علينا يا معود والله ما أدري والله ما تمثلني أبو سارة رب المنصار بسم الله الرحمن الرحيم الجني عطاك كهف بسم الله الرحمن الرحيم Você que é muito potente aqui, vamos ligar ela agora pra ver se é potente mesmo. Lá, 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 muzá.
بعد 300 كيلو متر عند الدوار عليك المخرج الأول ثمن ستكون وجهتك على اليسار. ها ما هو يبقى لازم تدفن بأي لحظة بأي لحظة بأي لحظة أي واحد تشوفه يدفن على طول. آها الشماتة فول الشماتة فول. بس والله العظيم ظلمتي ظلمتي بالدربل بعدين والله إني أسرع من فواز 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 مو أسرع مني. أوه ما شاء الله تبارك الله الحريم ما شاء الله في السوق يطولون وحنا نص ساعة ونطفش الحمد لله حنا رجال نلبس الثياب والعقال والشمغ ونتعطر ونروح ما شاء الله ما شاء الله. يا اخي الرابط الرابط يا استاذ الونيس وين بالضبط؟ شلون فيفا تقيس السرعة عند اللاعبين؟ اتفق انا والله اتفق اذا بشره بيضاء يحطوا سرعته زق. وش ذا؟ شلونكم حبايبي طيبين؟ دام الزكا وطن. وش ذا يا عيال؟ وراه صبغ نفس اخضر باخضر. حصل خير يا رجال حصل خير معنا. اذا قالوا لولدك وش تحب تصير اذا كبرت؟ قال بيع زي ابوي. لا 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 والله على نفس الوقفة نفس كل شيء. يا رجل ذبحت لقح. أم الكحة قوية. هلا هلا بعيد عن عيني وعيني معذري ومش مبسوط ده انا ضيع عمري يا عمري وعب بحب مش مشروب. هذا قام يمشي امسح كلها بقى. لا لا قدمت الظهر قمت المغرب. لا انا يا اخوان حاجه زي كذا انام الظهر اقوم احس من 6 الصبح برع داوم. عاجل رويت النايت كينج لأول مرة. والله انه هو يا عيال. ياهي يا الاسطورة ياهي. الله رأيي بالاسطورة يا هلا محمد اذا جاء عند نسيم سوى لك انا وشوف الله ما ادري ايش قال الله ما ادري ايش قال. ترك واضح سقط على الامير مدري سقط على مدري من. لا لا اللي يوم المسا بكتف لف عليه قال شيء وقت المسا بعطي حلاوه العسكري. افا ليه ليه ما تقبل العسكري افا. بس سؤالي ليش نسموه هو ليش صار منسم ليه شاورمر؟ انا كل يوم اكل من عندكم ما عندنا الا انتم بالجبيل اكثر واحد اسوق لكم بالجبيل انا ما عندكم الا انا. بالعافيه 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 الزميل بالعافيه. ترد على من يقول انه الاغاني حرام؟ اقول له انك مريض. المريض جابه تهميمك يا كلب. صادق ما لقي في امه صح انك تسمع كذا بس حرام يا اخي. وينتر از كومينج وينتر از كومينج ياهي وين ذا المكان ياهي وينتر از كومينج. خلصت من شخصيتك مع اصحابك ورجعت البيت. على طول الثوب جاهز. لا عيب لا عيب لا عيب ده مصداقية. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. لايك سبسكرايب شير أمان الله.